يسرني أن أتواجد معكم اليوم في هذا الصرح بمناسبة مراسم تنصيب السيد عبد الرحمن حماد رئيسا للجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الذي أجدد له أحر التهاني نظير انتخابه عن جدارة واستحقاق للعهدة الأولمبية الجديدة. وإنني على يقين بأن مسيرته الرياضية الحافلة كبطل أولمبي وتجربته الثرية في اللجنة الأولمبية ستمكنانه لا محال من الاضطلاع بمسؤولياته على أكمل وجه. وفي ظل هذه الأجواء التي تسود حركتنا الرياضية والأولمبية، والتي تتسم بالهدوء والإطمئنان، والتي تبعث عن الارتياح، سوف تسمح لنا بدون شك بتنسيق أعمالنا مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية من أجل تحديد الأهداف ووضع الاستراتيجيات المتوسطة وطويلة المدى للرقي بحركتنا الرياضية.